شباب نقابة والتواصل وعلى رأسها السيد الوزير محمد المهدي بن سعيد ويتفادى المكتب العام للقطاع الثلاثة بهذا الحفل الرائع والأمسية الدافئة في هذه الليلة الباردة. هذا الاحتفاء جاء لاحتفاء جميع نساء القطاعات الثلاث، وأنا أمثل قطاع التواصل ولكن لا أمثل نفسي وإنما أمثل جميع زميلاتي وصديقاتي في قطاع التواصل، وأقول لهن دمتن رائعات ورائدات وناجحات ومتألقات. التكريم ديالك مدام في هذا الحفل هذا؟ نعم. التكريم ديالك؟ التكريم ديالي؟ إيه. غير تم التكريم ديالك في هذه الحفلية؟ تم تكريمي. إيه. الإحساس ديالك؟ الإحساس ديالك كنتي تتكرمي. إيه. هذا إحساس رائع. لا يمكن يوصف، لأن هذا الاختيار اللي جا تنشكر اللي اختارني. لأنني ماشي أن اللي أنا اللي هذا، ولكن اللي اختارني مثل نساء قطاع التواصل. المرأة المغربية هي المناضلة والرائدة والصبورة وجميع الأوصاف الجميلة للمرأة المغربية. محمد عليه رحمة الله هذه الليلة، والله يرحمه ويستر عليه، علمنا الشيء الكثير. أنا تلمت على يده 4 سنوات خلال السنوات الثمانينات، من 86 حتى 89، أعطانا الكثير في الإعلام والإبتكار، وأعطانا الكثير على المرأة. هو اللي كان تيتكلمنا على المرأة وعلى والبحوث، كنا تنجزوها تقريبا كانت كلها على المرأة، وتنشكرو من هذا المنبر تنشكرو. والله يرحمه والله يوفى عليه، لأنه كان عنده واحد الاهتمام كبير بالمرأة المغربية. أنا نتمنى من الله يمشي على النهج ديال الوالد ديالو ويكمل ويزيد. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.